أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين مبارك الابتداء ميمون الانتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تحفظني بها وتعصمني بها من تلك الخمسة وتجعل لي غيرها رباحا ورضاء وزادا إلى الجنة آمين 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 رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وزيرة رباط جزيرة توبة النصوح بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آية يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت وانتهى تهيئه بحول الله تعالى وقوته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واغفر لي ودبر لي وكن لي من يوم الأحد في كل شيء وفي كل حال كما كنت للمهاجرين والأنصار وجميع حزبك المفلحين أبدا آمين رب العالمين بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واجعل قصيدتي هذه مفتاح الخير ومخلاق السرور بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم يقول عبد الله ذات غربي عند العداء لله ذات غربي مرتديا عنه ويبتغي رجوع بحرمة شفيع بسم الله غافر الرحمن الواسع الرحيم ذي الإحسان محوت عيبي بتوبة النصوح وأرتجي منه رضا وربو فقلت موقنا بأنه المجيب وإنه لي بقصائدي لربي الكريم يقضي والعمل والقول مني تائبا من العلل مستشفعا بالمصطفى واخدمه جنابه لله وهو الاكرم صلى عليه الله بالسلام وزاده تكريما في دوامي بالي وزادي ودمني بيلهم وليات بزمني وغادني له وزان كلي عن المناهي وزاد قبلي وغادني له وصان كلي عن المناهي وزاد كبدي تبدي إليه جل من توطني قبل كمالي بلا تفطني فقلت يا غفار يا تواب إني إليك تائب أواب أغفر ذنوبي وتصف عتني وردني مكملا لوطني بغير تاخير وغير محني ولي طيب زمني بالمنن بفضلك العظيم وفرق بيني وبين ما يجدني لشيني يا ربي حل بيني وبين البدع جميعها وليجد بورعي وبهدى وبتقى وبأدب وعمل مع علوم تندغم يا ربنا إني مدد اليوم يدي إليك وأروم السوما عن مدها إلى سواك أبدا وأبدا تغذي المنى والمددا نويت أني لا أمر
أمد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكروا وإن منعت فردا وصبروا فالمنع والعطاء قطعا منك لا من سواك ورضيت عنك ولا أرد الدار ما عجلت ولست أستبطئ ما أجلت وكل ما أعطيتني فخير إذ لا يجيء من كريم ضير لا شك أن كل ما أدخلتني فيه من الأشياء أو أخرجتني منه فذاك أبدا خير لي من غيره الدارين فلتكن لي هذا الذي أظن بل أحقق فيك أنت بجميلي أليقو وليبان أن أكون تاركا ما كتب بالأنفاب لي ذلك فانبعد تدميري بتدميري كليل ونعقد البيع بديب كالكليل يا ربي يغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما ولا تواخذني بالذي مضى ونجني الدارين من سوء القضاء واجعل جميع ما كسبت خيرا وارزقني دنيا واخرى دائرا واجعل فؤادي ثابتا موحدا وموقنا بكل غيب زودا واجعل لساني ذاكرا كقلبي وعندك اجعلني من اهل القرب واجعل جوارحي في الاعمال دائمه مع صلاح الحال ولي بداد كل مسلم ونجني من ثري كل مجرم اليك قطعا دبت في يوم الاحد عند النصارى من عيوبي يا احبي فامحو عيوبي وتقبل توبتي والتهدني وعجلن اوبتي بلاقي كاملا مكملا ولا تبتلني بما يزوم الجلا وابلي المضي بالكتاب وبالحديث درى ثوابي وابلي السنه وسعاده وعلم بالادب والعباده وتقني بدعه والسقاوه والجهل والكسل والخباوة ودقني البدعة والسقاوة والجهل والكسل والخباوة وردني إلى ذوي الإسلام بالبشر والكمال والسلام بلا مسقة ولا كآبة بالله والرسول والصحابة يا ربنا يدي إليك أبدا مع الكتاب وشفيع أحمد فصلي أفضل صلاة بسلام علي بالآل وبصحب الكرام واجعل يدي خادمة لك به حتى أسير عندكم كسهبه واجعل فؤادي خالصا موحدا وسيرني من عبادي مرشدا وتغنني بك مع الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب وجل مزيدي فوق حج وجهاد في الأجر واليمن وكن لي في تمام ودمني لما يساق لوما جملة ما يعوب أنت الأكرم وارجعني القبول ورضا ورقني وزدني ارتقاء إني أما منه أبدا وجعل سواه لي رضان بدا واكتب لي ثواب في كل نفس ونجني من ركوني لنجس يا رب اجعل كل يوم شاهدا بالخير وتقل لي الفوائد وليجد بمحو كل أودي ودنس بحق يوم أحد وسغ جميع خيره لي وقني جميع شره وكل فتني وليهب بحرمة الاثنين مولدا من قد ساد في الكونين
كوني عبدك خديمه كما يحب وكفني الأذى والنقما ولتنزني به جميعا ما مضى من كدر الدنيا ومن سوء القضاء وفيه أدخلني بلا إخراج بما ليخطط بلا استدراج لك متى بي بشكر ورضا يا واسعا وسعت لي بمرتضى وليا بعرمة ثلاثا البطا بالخيرات والغياثا وليسق جميع ما كتبت فيه من الخير الذي اخترت ولتغني جملة ما حواه من ضرر وكل ما آباه بحق الدعاء ما فاق ما أروم بالدعاء وليهب كمال عقد وعمل يا مغنيا لكل داع في أمل ودقني فيه سرور وجلبي إلي فيه ما يفوق مطلبي وليهب بحرمة الخميس مسرة صفت عن التلبيس والأمن والتانيس والرسوخا أتى وفارق غدا توبيخا ونجني من كل ما قد خلقا فيه من الضر دواما مطلقا يا ربنا بحق يوم الجمعة هب لي استقامة تدوم بسعة ولتفنني فيك بخير مرسلي صل عليه وبخير منذري عبدا مجودا مفسرا يقوم مع تلاوة لوجهك الكريم مؤلفا في كل علم نافع يرشد كل مسلم متابع يخدم خير العالمين بالصلاوات والمدح صالحا سعيدا ذا نجاة وكاظما وعافيا ومحسنا الآل وسهب لخير مدمنا وزر زرورا دواما عني وليبقى يا رب المني ونجني بعقيم مقضي ولي بحياة كل وقت بما جيبا وجنب النياب ما يسر الجاجة لدريا ودغنني بك عن الأرباب وبكتابك عن الأسباب وبنبيك ما الحديث عن بدع وسبل الخبيث وبامتداحه وبالصلاة عليه عن تنازع البغاة ولتغنني بصحبة الأبرار في وطني عن صحبة الفجار وردني وتغنني بالمصطفى عن الوسائط وجد لي بالوفاء وصلي بتسليم ربي عني عليه يا خير حفيظ المغني جددت في يوم الخميس نابذا ما قد نبذته وفيه آخذا جددت نبذ صفعة لوجهك وكفها عني وسغ لي فضلك وزدت توبتي يوم الجمعة وأريتني منك دواما توسعا في أريتني الذي أريتني رقيتني من بعد ما ربيتني يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لي عن الثناء عليك من شكر فكيف يكن عن الثناء عليك يا ذا الأرض والسماء أم كيف أسكنت عن رضائي عنك ولي قد جدت بالآلاء أو كيف أمسك عني شكري وقد أنعمت بالخير الكثير يا أو كيف أمسك عن الأذكار وقد أميتني عن الأسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد وسلم وآله وسلم وكرم
واجعل بقية حياتي به في أكبر رضاك عمري سحبه وتقضي حاجتي ورضي زمني بجاهه وردني لوطني وفي حضني وكفني أهدى في أبد وسقلي الآلاء ونجني دنيا أخرى من ضرر ولي ما شئت من البزر ولجعل عود لأهلي أحمدا وسليا على الحبيب أحمدا وآله وسهبي وسليا بأنني أنك رضيت ربيا وعن حبيبك رضا أنسافيا لا سخط بعد شكورا داعيا وتجي عني يوم الحشر خيرا كثيرا وتزهزح ذري بجاهه العظيم والعدي وتري ونجني من خطر وغرر ومن غرور واجعل الأيام أهبتي يا ربي والأحوام يا رب لا باقي يومي زبدي إما يا بي ودي وقتي وذوقي عارى إلي أبدا وتقني ضررا كل دا وتقني الغلط والإفساد وهب لي الصواب والرشاد وعني اصرف كل ما أبيت في أبد بسوق ما اشتهيت إلي في الدنيا وفي أخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدار وتلك داري تجمع الكتاب والمختار وزد أفضل صلاة بسلام وآله مع صحابه الكرام وزدني العلم به والعمل وأدبا وسق به للأمل بك غنيت بالكتاب والرسول وبالحديث ليكمل الوصول كم من عقائدي وكم من فقهي مع تسوفي ورق نبهي ما لي سواك يا كريم أبدا فعن يدفع ما يكون مفسدا واجلب إلي سرمدا ما يصلح حتى أرافق الذين أفلحوا خرجوا من دبير الأمس اليوم إلى الذي دبرت لي يا ربي بذي القديد الذي تركت جلبا بك ودفا قلبا وقلبا وما إلي أشقته فشكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف لا أشكر ما ساق الكريم تكرما إلي من خير نعيم أو كيف أسقط لما قد حبسا أني لطيف بي رحيم قدسا بل اكتفيت بالذي لي دبرا عن غيره ومنه أرجو سفرا أسأل وقبول لي كل ما كتبت وما يفي محمما من نظم أو نثر بجاه المصطفى صلى عليه بسلام قد صفى بآلي مع صحابي وجعل جملة ما من ياتى خير عمل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وحقق رجائي في هذه القصيدة وجعلها فوق ذنبي ورجائي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل أمضى لربي العزيز المانع الغادي البري رحيم الواسع سبحان ربا كريما منه رجوت خيرا ورديت عنه بفضلي أصله الطهارة من العيوب دار والبشارة نجي دواما زائري وباتني يا مالكي وليجد بكامني إذري دواما عني الرزايا وسق لي المنن والعطايا
أنت الحفيظ النافع الرزاق فلياتني من خيرك الأرزاق لك سماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد لك القلوب والدقى الإبهاليا حبا ورودا وكفن النواهيا هبي دواما حب كل مسلم بالمصطفى ورود كل مجرم وسيلتي وسل ثم سلما عليه بالآل ومن لون تمام نجيتني في البر من مكر سرار وردني للبر بصير بالخيار أنت أرادي الرزاق عند قدمي يا غير مرشد وغير منين من أما بابنا عن رزاق أبا لأليم الأرزاق أنت العزيب الوائد القهار أنت الوكيل المانع الجبار لقر والجبر واحمني من كل سوء وكف عني كل ما يوسوس وجئ لي الخير وكف عني أشر دأبا وتقبل مني كن لي سرمدا في جاه المصطفى ولي علما وصدقا ووفا يا رب الاستجب وسل بسلام علي بالآل وسادي الكرام ليستجب فيما مدى وما يجي بجاهه وعجلا فرجي اللهم إني أنحج تحيي في البري يوم جمادي في أول سفري عام جيسه بعظمنا الله ونعم الوكيل ثم أنحج تحيي في البر يوم الجمادي في آخر سفر عام جيسه بعظمنا الله ونعم الوكيل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وحقي رجائي فيك وفي صلى الله تعالى عليه وسلم وسلي في هذا اليوم بأنني نبت دفعي ما لم يكن خيرا لي بدحك لي عني ونبت جلبي ما ينفعني وما كان خيرا لي إلي بجلبك إلي في الدنيا والآخرتي لأذني سني بك وأسألك بفضلك وجاه أبي بك صلى الله تعالى عليه وسلم أن تصلي عليه بآلي وسبي وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة والمقربين وأن ترضى عن جميع صحابتي وأن ترحم جميع المسلمين والمسلمات الحياء من والأموات إنك مجيب الدعوات وأن تقبل مني جميع ما صدر مني من المكتوبات والمفعولات والمقولات والمنويات في الحياة وبعد الممات آمين 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 رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي وآله وسلم وسلم تسليما اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق فاذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تكفروني فقلت لبيك ربي وسعديك وخير كلها بيديك عبدك الضعيف الذليل الفقير بين يديك ويقول اللهم إني ضعيف فقوي برضاك دوفي فخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي اللهم إني ضعيف فقويني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فأغنني بجودك وإحسانك إنك على كل شيء قدير ربي أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ومن عمل الصالح أن ترضاه وأهدي لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وأذن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من قدر الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني أسألك أن تعول بيني وبين ما لم تختره لي ولم تحبه لي ولم تضعه لي ولم تدبره لي في دنيا والآخرتي بجاه وسيلتي إليك سيج الأولين والآخرين سيجنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي زدني علما. ربي لا تذرني فأنت خير الوارثين. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وتسلم صلاة وسلاما تغفر به مالي وتولي بما شكرا لا يكون يا هجن من جنتي بهدي وتدقني بهما الهجرة عن كل ما نأيت عن وابدا في سري والحلانيتي ومفارقة أعدائك في الدنيا والآخرة وملازمة أحبائك في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين بآلهم وأصحابهم وصل وسلم وبارك على جميع ملائكتك والمقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. وعد عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا علي بن أبي طالب وعن تابعيهم إلى يوم القيامة وعلى جميع صحابتهم. اللهم صل وسلم وبارك على من لم يخلق مثله فيما مضى ولا يخلق مثله فيما يأتي عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك سيدنا محمد وعلى آله وزيدي صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم وسلام تسلمني به من الانقطاع عنك ومن المكر والغرور والاستدراج. وبركة تبارك لي بها في نفسي وفي أهلي وفي أولادي وفي جميع ما أحوطه من الأيادي وفي عمري. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تجعل بها وصولي وسلامتي وبركاتي في ازدياج كل وقت وحين. آمين 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 رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبيك الحبيب القدوم وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرخائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وسعبه في كل حج ونفس في عدد كل معلوم لك. اللهم إني أسألك من كل خير فزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر فزائنه بيدك وأعوذ بك من كل ما أنت آخذ بناصيتها وأسألك من الخير الذي هو بيدك. اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقلت أدعوني أستجب لكم وقلت أما يجيب المطر إذا دعاه فقد دعوتك بكلامك فاستجب لي بفضلك كما استجبت لمن حكيت به أحوالهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل عليه كلما ذكر ذاكرون اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكر الغافلون وسلم تثيما كثيرا اللهم يا أخي إنك صل عليه صلاة ترفع بها كتابك وسنة رفعا لا خفض بعده وترفع بعاني وعن المسلمين ما نزل بنا وتنجينا بها من تثليث ما يضرنا إلينا أبدا وسلم عليه بآله وصحبه سلاما تحول به بيننا وبين كل من لا يرحمنا آمين 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 رب العالمين اللهم يا مولى الأمر كله أسألك الخير كله وأعوذ بك من شر كله فإنك الغفور الرحيم أسألك بالهادي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور مغفرة تشرح بها صدري وتدعو بها بدري وترفع بها ذكري وتيسر بها أمري وتنجو بها فكري وتقدس بها سري وتكسب بها ضري وترفع بها قدري إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك الذي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجعلنا ما هو ألوم اللهم اجعلني من مظهرنا ملة نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعزم حرمته وعز كلمته وعبد عهده وذمته ونذر حزبه ودعوته وكثر تابعين وفرقته ووفى سمرته ولم يخالف سبيله وسنته اللهم اني اسالك الاستمساك بسنتي واعوذ بك من العراق اما جاء بي اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم احصني من شر الفتن وعافني من جميع المحن وافتح مني ما ظهر وما بطن ونق قلبي من الحقد والحسد ولا تجعل علي تبعة لأهل اللهم إني أسألك الأعظم بأحسن ما تعلم ودرك لي شيء ما تعلم وأسألك تكفلا بالرزق وزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفلج بالصواب في كل حجة والعدل في الغضب ورضا وتسليم لما يجري به القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى وتواضع في القول والفعل وثقة في الجد والحزل اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بتعالك بدني وخلف من الفتن السري واشغل بالاعتبار فكري وقني سر وساوس الشيطان واجني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان اللهم اني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب اللهم ارحمني من زماني هذا وهداق الفتن وتطاول أهل الجرأة علي واستضعافهم وإياي اللهم اجعلني منك في عياذ منيع وحرز حسين من جميع خلقك حتى تبلغني أجلي معافا آمين بجاه شفيعي وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وزبه
يا خريب يا مجيب يا سميع إن الذي فرض عليك القرآن ردك إلى معاد الحمد لله الذي يردني إلى معاد ويزون بدني الحمد لله الذي يردني إلى معاد ويزون بدني نويت هجرة من المناهي إلى الأوامر بلا تناهي نويت هجرة من الفجار بإذن ربي إلى الأبرار إلى ذوي الإكرام عبدا خادما للمصطفى والمتقي مكارما للمصطفى وسيلتي وجنتي عن كل ما في الأذى وجنتي ذلك وعد من إلهي الكريم والله لا يخلف وعدا يريم يقودني جل إلى إخواني بلا جايل مع رضواني قلت بوعد من كريم منجدي لو أعلي شكر أبي رجزي رجعت عوزا ما يفوق سني دنيا أخرى من غني مغني ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بلا افتخار أنا رديت وبي أروم دنيا أخرى عزة تدوم لا التجائي وهو خير مكرم وخير نافع وخير منعم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا توين بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد صلاة وسلام كل حين إقامتي فيما تحب بالأدب ودقني ما في صوت أو غدو لك سماء والأرض والهواء وأنت فعال لما تشاء قلب لنظرتي ووجدي القلوب تكرما وطهرني من عيوب ربي دعوتك وإني ذو اضطرار وردني عن السرار للخيار أجل وردني سريعا كاملا يا مغنيا ليس يرد سائلا أجب جاه المنتبى قسائدي وسوق به لجملة المقاصد نويت أن أكون في حالي للأهل والإخوان والمآلي لوجهك الكريم فاسرني إلى أحبتي دون عناء بلا رجعت كوني كاشف الأسرار هي وطني لحامي وقاري اسري سريعا ظاهري وباتني لك بذكرك إلى مواتني دخلت في خدمتكم لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصلي علي بتهليل فتجب لي توين بكن تفسير الكتاب تفسير كشف يكشف النقاب افتح علي يا رب زدني علما واشرح لي صدر وهب لي فهما لأبونا شهادة وفي غدي وعزمة وليجر برغدي يقين اليقين من ذي ساعة تغيرا إلى قيام ساعة من علي بالخلود والمدد وليسق كل منا بلا عدد النذر في العداء طبا عاجلا وكلما يسلمني وآجلا أجيب بجاه المصطفى بعد الصلاة مع سلامي وتزق لي الصلاة أجيب وزق لي جملة الأغراض به ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي فاصبر إن وعد لا يقوم ولا يستخفنك الذين لا يقنون خذ بقول والد الجلال
الذي بخيري بيض الذي لدى النصارى قراء بما لدى الله لو مسرى رجوده جل ونهم المولى وهو النسير الذي بي أولى إن ولي الإله أبدا عبد وخير لن أعبدا نجئني اليوم من الشكوك في كونه ممالك الملوك نبي وسيلتي إليه صلى بتسليم على أليه وجهت وجهي لربي بي عبدا لو يخدمه كسبي عليه صلى الله ثم سلم بيالي وسهبي وعزما دعوت ربي بجاه عظيم كوني سعيدا ذا نجاة ونعيم أسأله كن رجوعي حاجلا بلا تسبب وكوني كاملا لا دار البر والجواري المنزاد بي بتكراري لا تدر يا افتقاري وإن تغربت لدى الأسرار وولي دار النصارى قديم هاج قد هدى الأنصار فات جنابي أن الأحداء وبكتابه شفالي دائي فلب قلبي لوم الكتاب وعبدي رسولي داعي المجاب قلت مخاطبا لربي داعيا وذاكرا وشاكرا وراضيا وجهت وجهي إليك بالأمين مصليا علي ربي كل حين ليستجب تضرعي وارحمني والمسلمين وتجاوز عني إليك ألجأ دواما ظهر فنجني من البلاء والمكر إليك ألجأ دواما ظهر ونجني من البلاء والمكر يا رب لا تقم نجيتا بكلمك الذي صفيتا سلم جنابي من الأعداء وليزغ ما شئت من عتائي تفضلا علي بالتسخير وانصر جنابي بجميع الخير خيب ظنون حسدي وحقيقي ظنون كل صالح ومتقي فلقد خلقك للكريم معجزة لا مع تكريمي فلي بجاه المصطفى حاجلا بأن أجاوز البحور كاملا ناديتك اليوم بما ناداك أيوب يوم العبد إذ أرضاك ناداك فاستجبت عاجلا له عافيته له ردت أهله كسفت ما قد مسوا من دري فاكتب كذاك يا مجيب دري اكتب جميع الداري سريحا وسيرني مصلحا مطيعا لجعل إله البار مثل البري وجعل منافع فوق القدر ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النذير يا ربنا بما بي خاطبت نار خليلك التي أبردت نقي كل يدي وابلي ما يفوق ظني أول دارني من خير يروق لي صغير العدا والبحورا والجو والسمن والقصورا أدواك مرترا قد العدا بما ناداك زنوني في ملتقما يا رب لا إله إلا أنت كنت ولم يكن ليا جنبتا وجهت وجهي إليك داعيا عبادة وسرت عنك راضيا إني ما أشكل والمنهيا وكل ما تركت مخفيا نجي جنابي سرمدا من أودي وكفاني كل ما لم يحمدي
وجي منافع البرايا سرمدا لي وكفني ضررهم بأحمدا نبينا وسلدا بن بسلام عليه بالآل وزابي الكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وزابه وتقبل مني بجاهي صلى الله تعالى عليه وسلم وليدي يبارك لي فيها آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وزابه كما صليت وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعائي وتقبل مني بفضلك العظيم ما مضى من المكتوبات وما آتي اللهم إني نويت أن أشكرك بما تيسر لي من أنواع شكري وأسألك بفضلك أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وتسلم صلاة وسلاما تفتح بهما لي ما أخلقت عن أمثالي مع السلامة والعافية آمين 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 آمين, آمين رب العالمين اللهم صل على أبي الخلق إليك وأكرم الورى لديك سيدنا محمد صلاة تتابع عن خلفاء الأربعة رضا الله تبعده وعن جميع صحابتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وظل بجاهه ما تقدم من ذنبي وما تأخر واغفرني بجاهه من كل حرام وكل مكروه وكل مسكر وكل ما تركته لوجهك الكريم مما لا يخفى عليك واصرفني عنها واجرب عني وكل ما لم يختر ولم يرضى عنك لي وليس رقيب وعتيد بعد شهادتك اني تب اليك في هذا اليوم راضيا عنك مستنترا بك على دفع الخمسه وغيرها من كل دور وكل شر وكل سوء عني في الدنيا والآخرة قائلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإني أقبلت إلى الله تعالى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم متزودا بالفقر وتضرع إليه والذل ولكتب أني لله تعالى ودولا شريك الله لرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مع الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع المعصوم طالبا منه وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير أن يصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ويسلم ويحول بيني وبين سقاطي وغضبي وسخطي ومقته ومكره وعذابه وحسابه وفرده وحجابه وأهلها وأسباب آف دارين وكل ما لا يرضى أن يقيمني في محبته ورضاه ورحمته أبدا وأني أصلي على حبيبي هنا وأقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك الذي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه أجيعنا ما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر بالأخي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقته مطلقا وصل على سيدنا محمد عدد ما تخلق مطلقا صلاة بسلام أزملان آله وسبه وتشهد لي بهما بأني أحببتك ورضيت عنك وجعلت كليتي وديانة لك أبدا وتدغني بهما أن لا أحب شيئا سواك أبدا وتجعل بهما حبي وبغضي فيك
وتعصمني بهما من كل مكروه وكل شقاوة وكل استدراج وكل غرور. آمين 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 رب العالمين. من هذه سعاد إلى دخول الجنة. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعلى آل تعالك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذ مي إلى ابتدى محمد مقاله وتجلال يمر. بسم الله ابتدى محمد مقاله وتجلال يمر وفق رب الورى وسدد وعاد إلى ذا وأيد قيد نفسي بالكتاب والحديث ذات بجنت وفارق الخبيث وسرمدا من أعوذ بجليل ومن يركون يا إلى خير جميل فارغت بلا إلى بنفسي عبدا لا يخدم خير الإنس عبدا لربي بما يرضى أخدم عبد الذي اصطفى وزيلتي وجنتي وجنتي فريدتي نابلتي وسنتي سيدنا شفيعنا محمد عليه سلم ولم صلاة سمدي ما سلامي بسل الآلي وساب من غدا لهم آلي صلى وسلم الذي اصطفى عليه بالآل ومن قفاه ولي كان سرمدا في كل ما دخلت به وأداني كرما من هذه ساعة للوفاة وطيب الموت مع الحياة بريد من حولي ومن قوتي بمالكي والمصطفى قدوتي صلى عليه رب وسلم بالآل وسب وقد تمما أقول والله على قول الوكيل ونية العمل بالذي يقول أقول والله على قولي وكيل ونية العمل بالذي يقول الله ربي وولي أبدا يسرب عني كل من تمرد ثم كتاب إمام وهدى ورحمة لأولى ثم خدا وعبد رسول محمد وسيلتي إليه نعم السيد صلى عليه بجميع الآل وبالسحاب بسلام حالي وجادلي بما يفوق سني من المواهب وعلى شأني وكان لي وبشر البرايا برؤيتي وساق لي بشرايا وفي أفناني بلا التفات وكف عني جملة الآفات وليحبب جميع المسلمين وليسخر جميع المشركين أسأله وإنني مغترب أما على النحو مشرق ومغرب بالحب والتكريم والإعانة وشوقه إذا العيد الإهانة وأنا كون عند مقربا مفردا عبدا على تجبا وأن تكون جملة البلدان عوني على التعاد بالأزمان وأن أكون عند عبدي رسول فآلي وسابي في نيل سول ربت إلي جل ذات قبلي مما جنيت لسوء الأدب من اعتقادي ومقالي والعمل وكل ما صدر مني ذا خلل معتزما بالله والرسول مع كتابه بلا فضوله أغلو والقبض مني يوقن وأحسن الظن به وأؤمنه سعادة دائمة وعصمة مما يدر وزياد النعمة
وأن يكون كل ما أمني سدر عبادة مقبولة بلا كدر. وأنا أبو ذبير داول أكبري بما بدا مني وما لم يسري وكون أقضي وما قالي حقا وأنا حوزا بسرا وإتقا وأمنا ولغدا وأنا كون من الذين من عزاد يامن وأمنا ورغدا ونكون من الذين من عذاب يامن ونكون وفهك الملائك عليهم أتقى سلام المالك ونكون طوبة العباد وطوبة الطلاب والزهاد ونكون فوز كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرات الرسل والانبياء والعلماء وبذل الاولياء ونكون عند خير الخلق فآله وسبه بسبغ ونكون عند اوك الولد ونكون بذل كل بلد ونكون جملة الاصحاب وآله بأبد أحباب وأن وفارق جميع حيبي أتى أرافق رجال الخيب وأن أفوز بوراسة السنة بنقيض قرابة وزيب وأن يدوم مدخوء ربلي من ذاب وبلد وإبلي وسرمة علي سلي بسلام بآلي وسابي يا ذا الأنام وجلو عند حاضرا وظاهرا وجل فؤادي سافيا وطاهرا وجلو عندي حاضرا وظاهرا وجل فؤادي سافيا وطاهرا بجاهه صلى علي الله بلال وسلي ومن والاه فأنت يا ربي على ذاك قدير وبإجابتي تكرما جدير يا ربي جدي بالإجابة هنا ما لي سواك ها هنا ولا هنا قدني عن الأسواء والأكدار في هذه الدار وتلك الدار إليك أسلمت بذكي نفسيا وليسق ما كل عنه الجنزيا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني يا محسن جرد حاويا تبت إليك يا ماذا غرابة فقل زمام يا لذي القرابة تبت إليك يا ماذا خمولي وردني إلى لبي المامولي بيد جزاء جملة النصارى بجزء من بكاد الأنصارى بيد جزاء وحراما بسنن وبحلال فتكن لي بالمنن جدي بتكثير والسلام دنيا وبرزقا وفي القيامة قد بعت ما أهوى بما أرضاك فهب لي السكون في رضاك وجهت وجهي إليك بائحا ما بعته ولا يكون راجعا إلي بل أمضيتها من يومي فاتجي كوني مثل الخوم أمضيت بيع سلي يوم سبت في رجب مسيرا كذبتي وإلى لا يعقبت الأمور وجاد للا إذا تبروي من قوتي وجيبي لا تجروي إلي جلت فعام جيزتي آمن كباب بحيثي مسويشي لو أبقي دون موت ماضيا بذكر الحكيم يا مراديا يقين القرآن والحديث أفالذي يقول الخبيث الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره لو تعالى سمدا كليتي ولا زال تائبا من فريتي لو مسيري مع البحور آتج الأبد زاء جوري هو ولي ورجوت منه
كوني رديا ورديت عنه أن يكتب يا رقيب ضعتي وتزهد لي عند ربنا السيد إني أقول بلساني كاتبا بقلمي ولا أزال تائبا قولي لا إله إلا الله محمد أرسل إله بالله آمنت وقد رديت بي وعن وفي خنيت دكت بكوني لوم الكتاب وللنبي وللحديث من عتاب أتلو قر صلاة بسلام للمصطفى بالآل والسلام الكرام لو ختابي خائفا فراجيا ولا زالت من عيوبي باكيا منه رجوت ما هو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله وجد وجهي لو فودا أمري إليه راجيا منه رضا ربي استجب لي وسلي بسلام على النبي بالآل وسب الكرام بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما خلق والخادم لما سبق ناصر الأقب الأقب والآل إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار عظيم فاذكروني أذكركم واذكروني ولا تكفروني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلق فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن زنوني عبدك ونبيك دعاك من دون أصابه وناداك من بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإنك قلت فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فإني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك أدعوك للذنب أصابني وأقول كما قال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجب لي كما استجبت ليونس عليه السلام ونجني من الغم كما نجيته فإنك على كل شيء قدير وإنك لا تخلف الميعاد اللهم إني أسألك بأخي هؤلاء يمليخ مكسلينا مسلينا مرنوس دبرنوس سازنوس كفاستديوس تكمير أن تصلي على سيدنا محمد وآله وسبه وتسلم صلاة وسلاما تسري بي معاني إبليس وكل در وكل ما تركت لوجهك الكريم وكل سر وكل سوء في الدنيا والآخرة وتجمع بيني وبينه صلى الله تعالى عليه وسلم ما كل ما أبدو في الدنيا والآخرة وأن تجعل مكتوبي هذا مفتاح سعادتي كلها ومخلاق سقاوتي كل يعني اللهم إني جبت إليك بهذا المكتوب من تدبيري من تدبير ما كان مقتضيا بك في كلتا حالتي دعوة والجلو مفوضا أمري إليك بي وأقول أبونا لا ولي ملكينا وأبعد أمري إلى الله إن الله بصير من عبادي اللهم إني تبت إليك بهذا المكتوب من تدبير ما كان مقتضيا بك في كلتا حالتي دعوة والجلو مفوضا أمري إليك بي وأقول أكبر على ونعم الوكيل وأغير أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد فاغفر لي بجاهي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات إنك مجيب دعائي وتقبل مني بماضي فضلك جميع ما كتبته
في سفري وفي حضري رب لي ملازمة كتابك في التلاوة والحمل بي والقيام به وملازمة لخدمة عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم وجل بجاهه سفري هذا كأسفار أوليائك الأصفياء في الانتفاع والنفع والسدي فيه وفي وطنه وفي حياته وبعد مماته بأنني رجل بك ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن أميسا وبالكعبة قبلة وأن يتقط الله تعالى وليا وإبليس حبوا والمصطفى واسدة والمؤمنين إخوة وجميع أولياء الله تعالى إبا ورفقة وجميع المشركين أعداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسبه صلاة وسلاما يخرج بما من قلبي حب ما لا تحب أن أحب وتكون لك حقيقة عبدي بلا واسطة حقيقة القديم صلى الله تعالى عليه وسلم آمين 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 رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسابه صلاة تجعلني بآلك ولرسولك وللمؤمنين مع كتابك وحديثي صلى الله تعالى عليه وسلم عليه بآله وسابه سلاما تسلمني به من مخالفة ما فيه وتدافدا. اللهم يا قريب يا مجيب تقبل مني هذا المكتوب وغيره من كل ما كان قبله وكل ما يأتي بعده بفضلك وجاه رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إني أحمدك وأشكرك حمدا وشكرا دائمين على نعمك الذي سقطا إلي سائرا وباتنا وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلامك الذي سلمت عليه وبركتك التي باركت عليه وعلى آله وسبه وتقبل مني بجاهه هذا النظم وهذا النثر وجلهما مرضيين عندك وبارك لي فيهما وجلهما حقا عندك وسدي في حياتي وعند وفاتي وبعد مماتي بما فيهما. اللهم إني ممتلئ إليك في هذا اليوم بكتابك العزيز واجعله لي إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم إني مقبل إليك بوسيلة إليك عبدك ورسولك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قديما صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدح والصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم نظما ونثرا أدعى القاك ما صلى الله تعالى عليه وسلم وكن لي في جميع سألك وفي خيرها من جميع الأشياء الزائدة والباطنة آمين 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 رب العالمين. اللهم إني نويت زورك بكل ما قلت قبل اليوم لوجهك الكريم وبارك لي فيه ما غاب منه وما حضر وشر لي بأني نويت أن لا أمد يدي في بقية عمري إلى سواك من شهادتك وكفى بك سيدا يوم الأربعاء بعد يوم العيد حامد يسدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسبه وجزا بارك لك وغمرة وجهاد بركة وثوابا بجاهه العظيم لله تعالى وله ولكتابه ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وللملائكة ولجميع الأنبياء والمرسلين على نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بالنية مقتدا على فضل الله تعالى وجوده وكرمه ومنه ولطفه ورحمته في دنيا والآخرة من يوم الكتابة
بحوله وقوته ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد بآله وسبه صلاة وسلاما يقيمني بما في هذا اليوم في متابعتي في العقد والقول والفعل. آمين 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 رب العالمين. اللهم إني تائب توبة نصوحا إليك بكتابك فاقض عني جملة ذنبي والوسم. اللهم إني أخبرت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. وإني رديت عنك خاية رضواني وبذلك شرعت أعبدك بكتابك العزيز تضرعا إليك وشكرا ويتلو بلساني ما إدامة صلاتي على حبيبك الذي هو أب الأحباء إليك. وإني أخاتم الكريمين الكاتبين بيا خليلي عقبالي من عند الله تعالى أن يشغلني بما يعني قولا وفعلا وإرادة. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة ظالم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نسورا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك قلت قولك لكم ووعدك صدق وإذا جاءك سألك عبادي أني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يسجدون. وقلت أيضا قولك لكم ووعدك صدق ولله الأسماء الحسنى وقولك لكم ووعدك صدق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعدك والخير كلها بيديك عبدك الدائم بين يديك داعيا باسمائك الحسنى مسليا بها على وسيلتي إليك امتثالا لأمرك وإيقانا. فقال وأنت خير ما يتوجه إليه قائلا بالمخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. وجل الله الأسماء الحسنى فادعوا بها. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تتقبل بدعوات هذه ودعوات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ألا يأمن والأموات إنك مجيب دعواتي. وسلم علي وعلى آله وسبي سلاما تسلمني به والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ألا يأمن والأموات إنك مجيب دعواتي من كل ما تطلب السلامة منه في الحياة وبعد الممات. آمين 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 آمين. رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كل لا تكني إلى نفسي طرفة عيني. وأسألك بفضلك وجودك وكرمك وبجاه عبدك ورسولك أن تصلي علي بآلي وسلي صلاة بها تتقبل مني جميع ما نظمته وما نسرته وأن تجعله عندك كجميع التوالد المقبولة المرضية وأن تسلم علي بآلي وسبي سلاما تسلم به ظاهري وباطني من اللغو واتباع الحق كل ما لا يهني. وأن تسلم أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم
وانتو فرج عن امتي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وانت رحم امتي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم امين 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 رب العالمين يا الله الذي لا اله الا هو صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد واغفر لي بجاهي ولوالدي ورمهما فما ربياني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين رب العالمين وللمسلمين والمسلمات لا يؤمنون والأموات إنك مجيب الدعوات وتقبل مني هذين بسم الله تائبا مصليا على وسيلة رجاء الأولياء بسم الله تائبا مصليا على وسيلة رجاء الأولياء يا رب صل عليه بسلام واقبل بهم على بعدي في دوام جاء وديعة لديك فخذ زمامي بها إليك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بآله وصحبه وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين بآلهم وأصحابهم وصل وسلم وبارك على الملائكة والمقربين وعلى جميع عبادك الصالحين والدم عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا علي بن أبي طالب رضا لا زود بعده ورد عن جميع صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أصحاب جميع الأنبياء والمرسلين وعن جميع أئمة دين الإسلام وعن جميع أولياء الله تعالى اللهم أعز أمتي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ارحم أمتي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا خذا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد فلا تجعلني بهلكا وهدك ولرسولك ولكتابك في السر والحلانية وفي الدنيا والآخرة ثم لمن تحب أن أكون ذو فيهما وسلم عليه بآله وسهبه سلاما يسلمني به من كل من هي عنه أبدا وتعصمني به من الحرام والمكروه والمسكر والأعداء ومداهنتهم بما شئت وكيف شئت ومن العوج لما تركته لوجهك الكريم بتبديلك لي خيرا منه كيف شئت آمين 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 رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد فلا تدخلني بها مدخل صدق وفي كل ما دخلت فيه وتخرجني بها مخرج صدق في كل ما خرج منه من الأمور أبدا وسلم علي بآله وسهبي سلاما تسلمني به من مخالفتك ومخالفة كتابك ومخالفة صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل وسلم صلاة وسلاما لا ينتهيان أبدا على الذي وهب له ما لا ينتهي أبدا هو الذي كما إخوانه عبد الوهاب سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بآلي وسبي وسلمني بجاه عظيم من كل ما يسرني أبدا وأبلي بجاه ما يسرني أبدا وكل بجاه في كل شيء من الأشياء آمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طه وآله وسلم وطهرني اليوم بجاهه
صلى الله تعالى عليه وسلم من جملة الأخيار وهب لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم مجاورته في هذه الدار وتلك الدار آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأخي اسمي اسمك القادر والواسع أن تصرف عنه إبليس وحيله كلها وما والاه من المفاسد وأن لا يكتب علي إن بقيت عمري الكاتبان ذنبا ولا شيئا لا أحب أن ألقاك به وأن توسع لي فيك وفي كتابك وفي وسيلتي إليك علي السلام وفي حديثي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي الملك والملكوت. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وزي عنا أفضل ما وآله وسد بأني رضيت عنك رضا لا يمكن التلفظ به ولا صوت بعده أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.